بلشنا ببروتوكول، بعدين قال لا ما بدهم بروتوكول، بدهم عقد. طلبوا بالأول أن تضل إشياء سرية حتى ما يكون ما نذكرها. هن بول مراوي قال إنه خليه هو سرب بيكون معي. ما هلك تعطوله إنه بروح دائما ملفه عبر الأمان و... إيه إيه أكيد معلوم شو لكن بده يمشي القصة بطريقة سلسة أكيد. كل شيء ما عجبه شلناه. أوكي. وعملنا العقد، طلب بول إنه بده يجي محامي من مقراب يقعد معكم ويعملوا العقد النهائي. حكينا معه إنه يا خيي ما فينا نجيب الساعة. أوكي. افكتيف. ما هو أنا زلمة صريح. أكيد. كان في أربعة افكتيف بإيدنا، بعدين هذيك إجوا اثنين بالآخر، بس إنه كان الأربعة بإيدنا. قلت له في أربعة. أول شغلة ما عاد في إنه الاستقالات تكون معي. أوكي. صارت استقالات بدها تكون فورية وما مش ما بتنطر لنيسان. دغري تقدموا له إياه، ما بقى في. أعطيني شيء المستحيل. هلا المستحيل أول شغلة قلنا بدهم أمضى السبعة، يعني بدهم الاستقالات من السبعة اللي منا موجودة وعارفين يلي يعني في اعتراض وأساس خاصة روميو أبي طايح. ايه صحيح روميو باتريك لا بس أنه الستة كانوا موافقين. قلت لي أنه أموان جايب الاستقالات ايه ايه بس نيسان بس ليش ليه ما بتقعدوا الليلة لو قالوا لي لو قالوا لي مثلا لو قالوا لي سلم الاستقالات يمكن لبول مراوي كنت فهمت بس ليش أنا ما بعرف إيه ليش شيلوا الملف من بول مراوي صفى مع غير ناس ملف نادي الحكمة ليه صار هيك ما بعرف أكيد في شيء بتمنى على الأستاذ مراوي يصير اتصال نحن وياه تنعرف نحن على القليلة للصداقة اللي ربطتنا نحن وياه وبتضربطنا نحن وياه أنه نعرف شو السبب اللي تحولت القصة لتقريبا إلغاء العقد وتصفي تعهد من جهة واحدة.